احنا بين اولاد الناس بتلعب يما فينا الغربة. يا زمن اللي مارق، يا زمن اللي مارق على كل الاولاد. ما بدنا بيارق ولا بدنا اعياد. احنا نسينا العيد، نسينا المواعيد. ننقل لكم فعاليات البازار الخيري الذي يخصص ريعه لأهالينا في غزة. يقيم هذا البازار مجموعة من المنظمات العربية، منها البيت العربي النمساوي للفنون، منها جمعية دار الجنوب، جمعية علماء الغد، جمعية ملتقى أصحاب، جمعية إنفينيتي، جمعية سيدتي، وجمعية المرأة العراقية، ومنظمة المرأة الكردية، ومنظمة فوربيرز، وأخيراً جمعية غسل الزيتون. هذه الجمعيات تضامنت اليوم في يوم جميل كعرس، يقومون بعمل بازار يخصص ريعه لأهالينا في غزة، منهم كما يشارك أيضا فرقة الشتات الفلسطينية بالفلكلور الفلسطيني، يقدموه للسادة الحضور. احنا بنرحب فيكم دائما ببازاراتنا. هذا مو اول بازار على مستوى النمسا. البازار مشاركين فيه عدد من الجمعيات العربيه المجتمعيه، حابين هذا اليوم يكون تضامن عربي. طبعا ريع البازار دائما وابدا لاهل غزه، اطفالها ونسائها. عندنا طبعا معروضات من كافه الدول العربيه، عندنا ماكولات من كافه الدول العربيه. بالنسبه للطبق الخيري هو عباره عن تطوعي من السيدات العرب، طبعا طبخوا بنفس طيبه من اجل انه هذا الاكل ينباع ويروح لغزه. احنا هون في البازار لدعم قضايا شعبنا العربيه والفلسطينيه وخاصه اهلنا بغزه، وهذا بدعونا كمان لنكثف جهودنا مع بعض. الكل يعني له هدف، هدفنا بالدرجه الاولى دعم شعبنا، طبعا كل واحد بطريقته يعني، ما بس اكيد احنا كاتحاد اطباء صواب الفلسطينيه هدفنا دعم شعبنا، وهذا بنقوم فيه من نواحي طبيه طبعا، من خلال مثلا انه قدمنا عربيه اسعاف او غرفه عمليات، او قدمنا مستلزمات طبيه، او مثلا تحليه مياه، او حتى اشياء بديهيه، فرشات، تخوت للطواقم الطبية وللناس اللي بتعيش جوا المستشفيات. وهلا بالدرجة الأولى غزة، لأنه هناك حرب الإبادة، وعشان هيك ولما كان في سوريا كنا نقوم بهذا الدور، بس البازارات صراحة مستمر وهذا إشي جيد، وهذا هدفنا من اللقاء هون. أنا هنا من زمان، من حوالي 5 سنين حطوني رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا. لازم نعمل انتخابات جديدة لأن نتغير الموضوع ده، وأنا باجع في كل الاجتماعات الفلسطينية، بحاول أكون موجود معهم الوقت اللي يسمح، تشجيعا أولا وبعدين تضامن مع كل شعبنا ومع كل الإخوان اللي بيجوا بيشتغلوا بيحاولوا يقدموا جهود هنا بنفسهم، لازم نشجعهم على كده. نحن بالكردش استرايك راون كورتونس انتو كولتوا دعم لأطفال فلسطين، فنحن ساهمنا بلجنة الأطفال التابعة للفراين عنا، قدمنا صوت الخاروف مشان العيد. كل خاروف بيورو، بيقدر يورو واحد بس بيرسم الطفلة على وجوه طفل فلسطين. هلا اول شيء الهدف من البازار هو نحن دعم اهل غزه، لانه نحن هلا بتعرفي الجائحه اللي ولا الاباده اللي عم يتعرضوا لها اطفال غزه واهل غزه، فنحن عم نحاول نساهم يعني بالنسبه لي شخصيا والاصدقاء عم نساهم بالاكل، باعتبار انه حيروح ريع كل طبق. هذا الاطباق طبعا اطباق نحن عم نتساوى بايدينا، بس باطباق مجانيه عم نقدمها بشكل مجاني، بس طبعا الريع تبع كل هي بيروح لاطفال غزه. احنا جايبين بوجي، لا جايبين طمطم وعم شكشك، ده من التراث المصري، جايين تبع ملتقى اصحاب، هنشارك عشان ندعم القضيه الفلسطينيه. نأمل ان البازار ده ينجح، ان فعلا اخواتنا محتاجين المساعده، يعني مش بس نقول ربنا يساعدهم وخلاص، لا نأمل ان البازار ده يجيب عائد ويروح لهم. النهارده عم شكشك هيحكي عن المحرقه، اصل هم حرقوا الخيم، فاحنا هنحكي قصه المحرقه اللي بتزعم ان في 6 مليون يهودي توفوا،
فهنقول الحق النهارده. سو احنا عاملين البازار الخيري وعم نريع البازار كلياته راجع لاهلنا بغزه. انا مشاركه باعمال يدويه كلياته شغل هاند ميد، تعتمد على الخرز حتى على التطريز. هون فيكم تشوفوا بعض قطع من اعمالي. احنا طبعا بنتمنى انه نساعد اهلنا بغزه حتى لو بأي شيء بسيط. نقلنا لكم بعض لقطات من البازار الفلسطيني الذي أعده مجموعة كبيرة من الجمعيات، تجمعوا اليوم في عمل هذا البازار الخيري الذي تجمع ريعه لأخواننا في فلسطين. كان معكم هالة المغاوري من النمسا ميديا إنفوجرام. ردي العدا ردي، يا سواعد استبدي، يا يعبد الثوار ثوارنا ردوا، كم في اطفال احباب بحجارهم ردوا، يا بلادنا زحفين، يا بلادنا زحفين، والاخر طلق زحفين، وبالروح بالدم نرتيك يا فلسطين.